صفة النهاردة هي من أرق ما يكون، معاملة البنات. إزاي أنت كأب وأنت كأم تعاملوا بناتكم معاملة خاصة؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان بيعامل ستنا فاطمة عليها السلام معاملة كأجمل ما يكون. علماء النفس بيقولوا إن لما الأب، بالذات الأب، البنت بتبقى محتاجة طاقة ذكورية في حياتها، فلما الأب بيشبع بنته حب وحنان ده بيديها ثقة في النفس تخليها لما تكبر ما تدورش على حد يقولها كلمة حلوة ولا تدور على حد يديها ثقة في نفسها. وعلماء النفس برضو بيقولوا إن الأطفال بيبقى عندهم حد أدنى من الشعور بالتقبل بيدوروا عليه وهم صغيرين عند أبائهم وأمهاتهم، لو ما لقوهوش عندهم بيطلعوا بره يدوروا عند أي حد يقبلهم، وممكن الحد ده يكون حد مؤذي. سيدنا رسول الله هيطلع لنا بنت متزنة نفسيا، حياة هي أعظم نساء العالمين، ستنا فاطمة عليها السلام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث اللي روته ستنا عائشة بتقول كل ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع خبطة الباب بتاعت ستنا فاطمة ما يستناهاش لما ستنا عائشة تفتح لها وتدخلها، يقوم بنفسه يفتح لها ويقول مرحبا بابنتي ويقبلها بين عينيها وياخد بايدها ويرجع يقعدها في المكان اللي هو كان قاعد فيه. ستنا عائشة تحكي تقول والعكس صحيح، كان لما سيدنا رسول الله يروح يزور ستنا فاطمة كانت ستنا فاطمة أول ما تسمع الخبطة بتاعته بسرعة تقوم تفتح الباب وتاخد بايد سيدنا رسول الله وتقول له مرحبا يا رسول الله وتقبله بين عينيه وتاخده تقعده في المكان اللي هي كانت قاعدة فيه. تبدو انها قصة بسيطة لكن لو جربت تعملها مع بنتك هتلاقي أثر نفسي غير عادي على بنتك وحب غير عادي وحنان غير عادي، لدرجة ستنا عائشة تقول والله كانت تمشي فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، من حبها ومن كتر الحنان اللي أبوها بيديهولها تمشي ستنا فاطمة عليه السلام تقول سيدنا النبي ماشي، لا تخطئ مشيتها مشية أبيها كأن رسول الله ماشي صلى الله عليه وسلم، وكانت أشبه الناس به في سمته وهديه وكلامه وتبسمه وضحكه صلى الله عليه وسلم. كان كل ما يجي المدينة من غزو أو من سفر أول حاجة يعملها يروح يزور ستنا فاطمة عليه السلام ويبص في وشها اللي كان أجمل من القمر، ولما يبقى مسافر آخر حاجة يعملها إنه يروح يبص في وش ستنا فاطمة عليها السلام، عشان كده طلعت سيدة نساء العالمين. وستنا فاطمة لما كانت صغيرة أول ما سيدنا رسول الله بدأ يجهر بالدعوة في قريش وهي صغيرة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلع يمشي في طرقات مكة ويطلع الكفار وراي يأذوه ويعذبوه ويضايقوه صلى الله عليه وآله وسلم، بس كان سيدنا رسول الله أول ما يخرج من البيت طيران تخرج ورا ستنا فاطمة وتفضل عينها على أبوها مش بتنزل عينها من عليه، خايفة على أبوها وشايفة أنها ممكن تحاول تحميه، لدرجة أن مرة يجي اللعين عقبة بن أبي معيط ويخلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد ويروح أعزاكم الله يجيب أمعاء جمل ميت، حاجة في منتهى يعني مش نظيفة أبدا، وياخد أمعاء الجمل الميت ويطرحها على ظهر رسول الله الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم، فتطير فاطمة وتيجي تزيح الوسخ عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبكي وتبص للكفار وتلاقيهم بيضحكوا فتقول لهم لعنكم الله، وتقعد تزيل هذا الوسخ من على ظهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيبص لها سيدنا رسول الله ويقول لها يا بنية لا تبكي إن الله مانع أباكي، ما تعيطيش ربنا هيحميني وهيمنعه من هم يأذوني بعد كده، ما تخافيش يا فاطمة.